مساء الخير واهلا وسهلا فيكم اصدقائي في حلقه جديده من برنامجكم نور شو في الموسم الثاني. ضيف اليوم الدكتور رزوان اكتع، هو طبيب اسنان متزوج من طبيبه اسنان، طبعا هو نمساوي من اصل سوري. رحبوا فيه مع بعض، اهلا وسهلا فيك دكتور في برنامج نور شو في الموسم الثاني. اهلا وسهلا فيكم وشكرا لكم على الاضافه والله يعطيكم العافيه. دكتور رزوان، نتعرف شوي عن جنابك ودراستك من تاريخ تركك لسوريا إلى وقتنا الحالي. باختصار، أنا غادرت سوريا 1981 للدراسة، تخرجت من رومانيا جامعة تيمشوارا باختصاص طب أسنان، وعملت بعدها في المجر في بودابست، أقمت 15 سنة واشتغلت هنيك. وابتداء من 2003 انتقلت أنا وعائلتي إلى الإقامة بالنمسا بشكل دائم. سبب اختيارك للنمسا؟ يعني ما كنت حابب أضل أنا وولادي وولادي يربوا بهنغاريا، وارتأيت أن النمسا يعني أقرب دولة ممكن تكون يعني نسميها ديمقراطية أو مؤهلة ليعيش فيها الإنسان بشكل جيد وبكرامة، لهذا انتقلت إلى النمسا. طيب دكتور، الموجة الأخيرة اللي صارت من ناحية اللاجئين اللي إجوا، في كتير كان أطباء وصيادلة ومهندسين وأساتذة وكذا، جنابك كنت أحد المساهمين في جمع الأطباء السوريين والمهندسين، تحكينا شوي عن هالشي، لكن هل أنت كنت لوحدك أو كان معك أحد في هالجمعة هاي؟ طبعاً أنتوا كلياتكم تعرفوا أنه يعني نحن بعد الثورة السورية المباركة بال 2011 بدأت موجة نزوح لأوروبا، وإحدى هذه الدول النمسا كونها المحطة الأولى في أوروبا الغربية. في البداية كانت الأعداد قليلة، يعني بين 2011 و2015 كانت الأعداد قليلة، يعني كان السوريين أعدادهم 40-50 واحد يجوا بالشهر يقدموا طلبات لجوء، والحقيقة كانوا المساويين يتعامل معهم بمحبة وبرحابة صدر وياخذوا اللجوء بسرعة. يعني كان في أيام ياخذوا مثلا اللجوء بيوم، في ناس بياخذوا بيومين، في ناس بياخذوا بأسبوع. الماكسيموم تبع فترة الانتظار كانت هذيك الأيام شهر. فانتقلنا للمرحلة الثانية، انه اجت موجة اللجوء الكبيرة اللي هي كانت ب 2015. الحقيقة مع قدوم موجة اللجوء الكبيرة، اغلب السوريين القدماء اللي هون بالنمسا وحتى الجاليات العربية الثانية يعني قاموا بدور ايجابي، كلنا على حسب استطاعته، وحاولوا يقدموا المساعدة لهالناس اللي جايين اللي اجوا مشيا على الاقدام وكذا. في ناس كثير من السوريين انا بعرفهم اصدقاء لي وبوجههم تحية اليوم، كانوا دائما يتواجدوا على الحدود السورية المجرية عشان يستقبلوا الناس اللي جايين مشوا ويقدمون لهم المساعدة ويوصلون للأماكن اللي بيحتاجوا لها ويترجمون لهم. وبفيينا كانوا كتير من الناس أنا وغيري يبعثوا أولادهم أو يروحوا هن أنفسهم كل واحد حسب وقته على محطات القطار، خاصة على محطة البانهوف الرئيسية، ويساعدوا الناس اللي بدهم يتابعوا المسير باتجاه الدول الثانية، واللي بده يبقى يدلوه كمان وين ويترجموا له ويساعدوه. فكانت موج، يعني كانت موجة كبيرة، وكان يعني بدها طبعا إمكانيات دول، ولكن مساهمة السوريين المقيمين هون كانت جيدة، والعرب بشكل عام والله يعطيه العافية كل واحد قدم على قد ما حسن. هلا أنا وجدت نفسي، أنا وغيري يعني، أنا وجدت نفسي أمام كم كبير من السوريين، و واغلبهم بيطلبوا المساعده. موضوع من هي المساعده انه لازم تكون ماديه وكذا، في بعض الاحيان نصح وبعض الاحيان توجيه وبعض الاحيان نصيحه، يعني اي شيء ممكن تساعد فيه الانسان. فانا شخصيا بيني وبين نفسي قررت انه اساعد بشكل منظم فئات معينه من السوريين. اخذت على عاتقي في البدايه جمع الاطباء، ثم انتقلنا لجمع أطباء السوريين، أطباء الأسنان، ثم الصيادلة، ثم المهندسين. كويس. طبعا أنا كنت الأول في المبادرة في هذا الموضوع. فيما بعد أتوا آخرين، الأشخاص الحقيقة أتوا آخرين مهم يعني كثيرين، كل واحد ساوى أو ساهم بالطريقة التي تراه مناسبة. ولكن نحن الحمد لله الناس اللي جمعناهم سواء كانوا أطباء أو الصيادلة أو المهندسين أو غيره من الفئات، الحقيقة قدموا نتيجة هذا التجميع وتبادل الخبرات وتبادل المعرفة والنصائح بينهم وبين بعض.
ما شاء الله. وتقديم المساعدة مننا مع الجهات المختصة سواء كانت نقابة أطباء أو جامعة أو نقابة صيادلة أو نقابة مهندسين أو مكتب IMS أو كذا، فتمخض هذا النشاط عن توحيد الجهود وإعطاء فرصة لهالناس اللي إجت إن تعدل شهاداتها وتدخل سوق العمل بسهولة. ممتاز. الحقيقة بسهولة. ممتاز. سهلنا العملية كتير عليهم من خلال هذه التجمعات، وأفضل إنتاج كان يعني أو أحسن إنتاج كان ممكن يتم إنه نحن سوينا اتفاقية فأين بارونج اسمها بالألماني، في اتفاقية مع مكتب العمل تسمح للأطباء والصيادلة إنه يعدلوا شهاداتهم كويس. خلال فترة 3 سنوات دون ما يقطعوا عنهم المساعدات. كويس. فهي كانت يعني نوع من منحة دراسية لهؤلاء الناس وأتاحوا لهم الفرصة إنه يعدلوا شهاداتهم، وهي كان أمر جيد جدا الحمد لله توفقنا فيه. وأغلب في أعداد كبيرة يعني أعداد كبيرة طبعا نحن عنا يعني المجموعات اللي أنا منظمة وبعرفها بعرفهم معرفة شخصية بالمئات الحقيقة. ما شاء الله. يعني عنا مئات الأطباء ومئات الصيادلة يعني الناس خيرات البلد كلها طلعت للأسف غادرت سوريا ووجو. ونحن وقت كنا نحكي مع النمساويين كنا نحكي معهم هيك نقول انه الطبيب اللي اجاكم جاهز ومتخرج هذا بكلف 1,000,000 يورو لبين ما يصير دكتور، فانتوا عم تاخذوه ببلاش يعني عم تصرفوا عليه 2-3 سنين عم تاخذوه جاهز تماما. هذا بلده واهله واسرته صرفوا عليه وخسروا المجتمع تبعه، فانتوا اخذتوا ناس مؤهلين تماما. وفعلا هذا ما حدث يعني اغلب الاطباء نحن عندنا بين الاطباء والصيادله واطباء الاسنان الاشخاص اللي انا بعرفهم اكثر من 120 130 شخص من 2015 لهلأ عدلوا شهاداتهم ودخلوا سوق العمل. ما شاء الله. ودخلوا سوق العمل وهذا إنجاز كبير. وأنا بفيدكم كمان بمعلومة أنه حسب إحصائيات مكتب العمل لنهاية شهر 6 تقريبا من هذا العام 2019 حوالي 46.5% من السوريين اللي دخلوا، أنا بحكي عن السوريين بس، من السوريين اللي دخلوا النمسا بال 2015 والقادرين على العمل دخلوا سوق العمل الحمد لله، وهذا رقم كبير جدا ومشرف. طبعا في دعايه سياسيه ضد اللاجئين بتعرفوا انتم اللاجئين وكذا دعايه ضخمه جدا، ولكن هذا لا يخفي الانجاز اللي حققوه السوريين بدخول سوق العمل. واثبتوا السوريين ما عدا البعض يعني حالات شاذة، اثبتوا السوريين انهم الناس جيدين وقادرين على العمل. طبعا هذا الكلام مو مفاجئ للنمساويين، يعني انا بريد يعني نرجع شوي لورا لحد 2010 كانت الجاليه السوريه في النمسا متواضعه، جاليه متواضعه يعني حوالي 2000-2500 شخص اوكي كل النمسا كل السوريين، ولكن هذه الجاليه حسب الاحصاءات الرسميه النمساويه كانت من افضل الجاليات الاجنبيه في النمسا. بمعنى ايش؟ بمعنى انه هن بيسووا دراسات عن الجاليات الاجنبيه تماما، عدد الجرائم، عدد حالات الطلاق، العاطل عن العمل، اللي بيشتغل، الدارس، المتعلم، درجه، يعني كانت الجاليه السوريه من افضل الجاليات، وهذا ساهم في بدايه لجوء السوريين لهالبلد انه يعطون اللجوء بسرعه، لان عندهم فكره مسبقه عن السوريين انهم اشخاص جيدين الحمد لله ومؤهلين الحمد لله. وفعلا اكبر عدد من كان حاملي الشهادات من اللاجئين اللي دخلوا النمسا في المرتبه الاولى كانوا السوريين، وفي المرتبه الثانيه كانوا العراقيين حسب احصائيات مكتب العمل. الحمد لله الحمد لله. يعني السوريين هون اجوا رفعوا الراس وان شاء الله ولسه نحن طبعا نحن بالمحادثات اللي كنا نسويها مثلا مع مكتب العمل او النقابات او الجامعات كنا نقول لهم يا اخي اعطونا فرصه لل 2020 يعني 5 سنوات من دخول السوريين لنورجيكم شو بنتجوا السوريين في هذا البلد. بس ليش ما عم نحب بعضنا دكتور؟ يعني جينا لا ده من العذاب اللي عشناه بسوريا والاوضاع اللي كنا عايشينها وقلنا الحمد لله، جينا لهون كمان الناس عم تغار من بعضها يعني هلا استنى مثل يقولوا شغله بس هيك شيء ينقض عليك او يعني يحكي نحن عليك نحن نحكي لك شغله بصراحه ونخلينا نكون صريحين كلياتنا مع بعض، نحن عندنا مشكله الانا خاصة عند السوريين وعند العرب عموما، يعني أي مؤسسة وأي عمل بيرتبط بشخص، وهذا الشخص إذا ما كان هو على رأس هذا العمل فهذا العمل بالنسبة له لا يستحق القيام به. ما عندنا مفهوم عمل الجماعي مثل بشار الأسد هلا بالضبط غيره نفس التفكير، لأنه نحن يعني أنت بتكون رئيس مؤسسة خيرية 10 سنين و15 سنة و20 سنة و30 سنة وما بتترك محلك تمام، بتعتبر أنه هي المؤسسة لك. ثقافة العمل الجماعي عند السوريين وعند العرب عموما مفقودة،
للأسف. عنا نحن كأفراد في المجتمعات الأوروبية ناجحين، بس يوصل العمل لموضوع عمل جماعي فاشلين للأسف. أغلب المؤسسات العربية التي أنشئت في النمسا من خلال متابعتي إلى وحتى بعموم أوروبا كانت مؤسسات فاشلة، لأنها لا تقوم على مفهوم العمل المؤسساتي. مفهوم العمل المؤسساتي المؤسسة للجميع وليست لفرد. تماما، فهمت علي؟ هلا نحن بالتجارب اللي سويناها الحمد لله ومستمرين فيها، يعني الصورة مختلفة شوي وفي ضوء من الأمل. يعني أغلب المجموعات اللي أنا بشتغل معهم هي الرؤية ما موجودة، رؤية لنا بالعكس رؤية التعاون والمحبة والتبادل المعرفة وتبادل المواد وتبادل المنفعة تماما موجودة. الحمد لله موجودة، الحمد لله موجودة. يعني هذا هذا مو أمر منقول إنه هو عام، ولكن نحن بنحتاج لأكثر من هيك الحقيقة. يعني نحن أنا كتير بقرأ أوقات بالميديا أو بالفيسبوك أو بالكذا، بشوف إنه في بعض العرب بيوجهوا انتقاد، أو حتى سياسيين كمان مو بس عاديين، بيوجهوا انتقاد لبعضهم. لا يا أخي، نحن معركتنا، أنا ما هي معركتي مع أي واحد عربي تاني هون في البلد، ولا هي معركتي مع أي شخص لاجئ مثلي تماماً أو لاجئ مثل الآخرين. لا أخي، نحن معركتنا هون مع اليمين المتربص بنا تماماً. لازم نحن نوجه سهامنا باتجاه هؤلاء ونعريهم، نورجيهم، نعري مواقفهم تماماً، ونظهر الجانب الإيجابي بوضعنا تماماً. ومو كل ما عنا شخص ناجح بمجموعاتنا أو بمجتمعاتنا ننزل نهاجم فيه وندمره ونهبطه تماماً. لا ما يصير تماماً. هذا أسلوب خاطئ للأسف. أنا يعني بتمنى أنه الوعي يكون، بس في ناس يستحقون التهبيط، يعني أنه مثلا متطفلين على أشياء مثلا ما هي شغلتهم. يعني أنا باعتقادي أنه العمل أخي بفرز الناس المتطفلة من الناس اللي بتعمل بشكل حقيقي. يعني الموضوع بده وقت. إحنا جتنا موجة كبيرة من اللاجئين، بتعرف عشرات الآلاف من السوريين موجودين هون، فما بتحسن تعرفهم من مسبقا أنه هذا منيح وهذا عاطل كذا، ولكن مع الوقت مع التجربة تنكشف من خلال العمل، بينكشفوا الناس الحمد لله. ونحن نتأمل إن شاء الله أن يكونوا السوريين اللي يجوا زخر لهالبلد وزخر لبلادهم، ويرفعوا صورة السوريين في هالبلد والعرب عموما. الحمد لله. طبعا الجالية العراقية لا تغل عن الجالية السورية، في غالبيتهم كمان ناس مثقفين ومتعلمين، ونحن دوما كل المجموعات اللي عندنا فيها في غالبيتها سوريين وعراقيين وجنسيات عربية أخرى، ولكن تماما. الحقيقة أنه هن كمان لا يقلوا عن السوريين أداء وعلما وأدبا وإعطاء للمجتمع. الحمد لله. دكتور رح ناخذ فاصل ونرجع إن شاء الله. أصدقائي فاصل ونواصل. ورجعنا لكم أصدقائي من جديد. برحب مرة تانية بالدكتور غزوان. أهلا وسهلا فيك دكتور مرة تانية. الدكتور غزوان من فترة صار اجتماع ضخم بالتي أو للمهندسين العرب، وكنت أحد المشاركين فيه. تحب تحكي لنا شوي عن الموضوع؟ والله تعرف أنت ضمن المجموعات اللي سويناها كان كل مجموعة إلى خصوصية معينة. يعني مثلا الصياد اللي كان يعانوا من مشكلة التعديل، فأغلبهم صار يعدلوا بجامعة جراس لأنه على نظام قديم يحملون مجموعة مواد صغيرة 4 أو 5 مواد بس بعد ما يعدلوا يصطدموا بشغلة أنه ما يلاقوا مكان أسبيرانت اسمه مكان شاغل في الصيدليات تماما. المهندسين لهم وضعية ثانية الحقيقة، لازم كمان وجهنا تحية لأنه هني كانوا أسرع المجموعات اللي بنت نفسها بشكل مؤسسة ما شاء الله. اجتمعوا سووا انتخابات وانتخبوا هيئة إدارية ويعني في تناوب ديمقراطي بالموضوع. ممتاز. المهندسين طبعا بساعد مني ومن غيري سووا مؤتمر أو اجتماع كبير بالتي أو بالجامعة، يعني الجامعة التقنية بفيينا، بالتعاون مع الجامعة ومع نقابة المهندسين ومع مكتب العمل. جمعوا فيه كل المهندسين اللاجئين وشرحوا لهم كيفية التعديل وكيفية العمل في النمسا وكيفية التسجيل بالنقابة. يعني أهم موضوعين بالنسبة للمهندسين ممكن أنا أختصرهم بشغلتين. أن المهندسين أخي لا يحتاج المهندس لتعديل الشهادة كي يعمل في النمسا. حلو. لا يحتاج. المهندس هي بشارة حلوة. طبعا المهندس ممكن أن يعمل بدون ما يعدل شهادته. وفي مهندسين يعني في حالات مرت أنه عملوا بدون ما يتقنوا اللغة الألمانية حتى، باللغة الإنجليزية. ممتاز. تمام. ممتاز. الشرط الوحيد أنه يلتزم فيه المهندس بالتعديل أو يجب عليه التعديل إذا كان
بده يشتغل بمؤسسة حكومية أو بده يفتح مكتب هندسي خاص. هداك الوقت مجبر إنه يعدل شهادته ويسجل في النقابة. أما كموظف في أحد المؤسسات أو إحدى الشركات الهندسية ما عنده أي مشكلة. بس بيقبلوه كمهندس. بيقبلوه كمهندس. لكن ضمن بدون ما يعدل شهادته. باي كان. هاي طبعًا. خطوة كويسة. غير طبعًا الأطباء. الأطباء لازم. لا الأطباء لازم يعدلوا. لازم يدرسوا اللغة الألمانية لمستوى معين ولازم يقدموا امتحان نقابة. يعني موضوع الأطباء شوي أصعب ولكن الحمد لله يعني زملائنا الأطباء في غالبيتهم يعني تعدوا هاي المرحلة. وعنا نحن فعلا فخر إلنا يعني كسوريين وكعرب عنا بالمجموعة أكثر من طبيب وطبيبة وصيدلية اتجاوزوا 50 عام وقت اللي إجوا على النمسا ومع ذلك تمكنوا من التعديل وجزء منهم دخل سوق العمل وهذا كان يعني إنجاز كبير يعني الحقيقة ما كنا متوقعين إنه هدول يتمكنوا من التعديل ولكن الحمد لله بإصرار وعزيمة تمكنوا من التعديل ودخلوا سوق العمل وهذا إنجاز كبير لحد ذاته. الحمد لله. الحمد لله. دكتور هلأ بدنا ندخل بالثورة السورية. نعم. جنابك من المعارضين القدماء لنظام بشار الأسد وكنت من أحد المؤثرين في الثورة. تحكي لنا عن التحاقك بركب الثورة وما هي الأسباب؟ يعني عمليا أنا مثل كل سوري بيحب بلده وبيغار عليها بيتمنى أن تكون سوريا من أحسن البلدان وأفضل البلدان ونحن الحقيقة كبلد وكطاقات بنستحق أكثر من هيك بكثير يعني نحن بنكون لازم نكون بمصافي الدول المتطورة نعم. يعني نحن عندنا زملاء أطباء إجوا لهون بالخمسينات 58-59 يعني بيحكوا لنا أنه النمسا كانت متخلفة جدا بالنسبة لسوريا يعني بلد طالع من حرب تماما استقلت عمليا بال 56 انسحبت الجيوش الاجنبيه منها تماما يعني اجوا بال 59 لهون تمام. شافوا الشقق اللي فيها حمامات مشتركه اول مره شافوها بحياتهم بسوريا ما عندنا هيك شيء شافوا الناس شلون بتشتغل والفقر شو السبب انه نحن هون وصلنا وهن هون لازم وصلوا لازم متخلفين هنيك يعني نحن البلد فيه عنده طاقات وعنده امكانيات وعنده عقول ولكن للاسف نحن من 50 سنه اجانا نظام باختصار هو نظام ديكتاتوري والهدألي باختصار هو نظام ديكتاتوري نظام عسكري ديكتاتوري حكم البلد في القوة من مرحلة حافظ الأسد لا مرحلة ابنه مرحلة ابنه انتقلنا لمرحلة أخطر وهي حكم العائلة يعني نحن بفترة بشار الأسد بفترة حافظ الأسد كنا محكومين من نظام عسكري يعتمد على الطائفي تبعه طائفي يعتمد على الطائفي تبعه وتوصلنا لبشار الأسد انقلب نظام الحكم لنظام عائلي يحكم هذا البلد كمزرعة له يعني ورث الابن عن أبوه مزرعة ويتحكم بها هو وعائلته مع الأسف للأسف هذا حالنا اللي وصلنا له أنا باختصار يعني ليش أنا معارض وليش أنا مع الثورة أنا معارض كنا في إحدى مؤتمرات المغتربين السوريين ب 2006 بنهاية 2006 مع عدد من الزملاء اللي كانوا موجودين في النمسا فرحنا على مؤتمر المغتربين السوريين نمثل النمسا ما عنا علم مسبق انه ممكن يصير لقاء مع بشار الاسد طلبوا لقاء مع المغتربين رحنا على اللقاء باختصار يعني مشان ما اطول عليكم بالحلقه الزملاء كثير من اوروبا سالوا اسئله عن العسكريه عن كذا عن امور يعني اقتصاديه فوقت اجى الدور اللي عندي انا سالته مجموعه اسئله حقيقه سياسيه تماما وكانت الأسئلة طبيعتها محرجة يعني من اغتيال الحريري للقانون 49 واعتقال الناس وقيمة إطلاق سراحهم ومصالحة وطنية والفساد يعني حكيت كثير شغلات تعيين السفراء إلى آخره تماما فكان يعني عملية السؤال والجواب قضي شيء 45 دقيقة وأثناء كان في بعض الناس اللي مقيمين هون في النمسا موجودين لسه إلى الآن أو من دول تانية كانوا يعني واحد منهم كان يقول لي بالألماني بيتي فيرتي يعني لفة وبوسينا شعبان والآخر بعد نهاية الاجتماع طلعنا لبرا بالصالون بالقصر الجمهوري طلعنا بالصالون فأجت بوسينا شعبان قالت لي باختصار أنه أنت كنت غير مهذب مع السيد الرئيس قلت له أنا ما حكيت شيء غير أنه سألته وجاوبني ويعني عبرت عن الأسئلة اللي بيسأل الشارع السوري تماما تماما فقالت لي أنا بنصحك يعني قلت له أنه عندي هلا مشكلة أنه أسافر على النمسا قالت لي أنا بنصحك تسافر ولا تعود ولا ترجع
وفعلا هذا اللي حدث انه غادرت سوريا في تلك العام ولم اعد اليها. هذا الحكي ب 2000 ونهايه 2006 بدايه 2007 اجت الثوره السوريه المباركه ب 2011. فكانت هي فرصه حقيقه. بدايه الثوره كانت فعلا ثوره. يعني نحن كنا عم ننادي بالحريه والكرامه والشعب تماماً. اللي نزل كان بده حريه وكرامه تماما، ما بده غير هيك تماما. ولو كان هذا الدكتاتور تعامل مع شعبه ببساطه لحل بعض الامور الصغيره ما وصلنا لهون. تماما. صارت الثوره. أنا واحد من الناس اللي اندفعوا، يعني على صعيد فيينا مثلا أو صعيد النمسا، أنا واحد من مجموعة من أشخاص أقل من 10 شكلوا شيء اسمه تنسيقية للثورة السورية في النمسا. ممتاز. من اليوم الأول. من أول أسبوع تمت فيه الثورة بعشرين ثلاثة نحن يوم جمعة كان كنا مجتمعين المساء وشكلنا التنسيقية، يعني بعد 3 أيام من طلاق الثورة. يعني الحس الوطني كان عالي الحمد لله. تحمست كثير انا، حتى تركت شغلي وتركت عيادتي وكنت اسافر لمؤتمرات المعارضه السوريه في اسطنبول وبغيرها. ولكن الحقيقه ابتداء من 2012 بعد صرنا نشوف غير شيء. بعد مؤتمر الاخر مؤتمر كبير حضرته انا كان هو مؤتمر المعارضه السوريه الموحد في القاهره برعايه الجامعه العربيه، اكتشفت انه العمليه اخذت مسار اخر، وأن هناك مجموعة مصالح ودول وأجهزة مخابرات خارجية تتحكم بالسوريين وبالثورة السورية. فانحازت الثورة عن مسارها. وأنا كتبت مقال الحقيقة بال 2012 مبكرا، كتبت مقال بعثته للجزيرة مرضوا ينشروا، بعثته للعربية مرضوا ينشروا، بالأخير نشرته في هم موقع بسيط بالنمسا عن صحفية اسمها كوثر سلام أو معرفة، موجود هو يعني المقال. حكيت فيه عن اللي عم بيصير الان، قلت انه انا المال القطري والسعودي افسد الثوره السوريه. طبعا المال القطري والسعودي افسد الثوره السوريه لانه كان من ورائهم الاوامر تاتي من امريكا واسرائيل. افسدوا الثوره السوريه الحقيقه وحولوها لمجموعات مسلحه واخرجوها عن اهدافها واطارها، وصرنا نشوف داعش وحالش وقسد ومسد وحزب الله وحرس ثوري ايراني وغيره 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 الى اخره. هلا عمليا نحن قدام مشهد بنقول فيه انه تكالبت الذئاب على سوريا، كل يريد ان ياخذ حصه من الكعكه. الله يعين السوريين، اطلع لي بايدنا شيء. نامل من الله سبحانه وتعالى انه نعود ونلاقي سوريا موحده، نلاقي سوريا اللي بنحبها، نلاقي سوريا اللي بنعرفها، ويتخلى السوريين عن الاستقواء بالخارج. يعني بشار الأسد يعني أول وآخر هو مسؤول عن كل ما يدور في سوريا تماما، لأنه هو الرئيس تماما، وهو مسؤول منذ اللحظة الأولى عن كل ما وصلت إليه الأمور في سوريا تماما. ولكن حتى التنظيمات والأحزاب الثانية سواء اللي استقوت بإيران ولا استقوت بتركيا ولا استقوت بأمريكا ولا بإسرائيل ولا فرنسا، كل على خطأ. لأنه نحن بالنهاية كسوريين لازم نفهم شغلة، أنه نحن بدنا وطن لكل السوريين تماما، يعيش فيه المواطن بكرامة وتحت سقف القانون. كل السوريين متساويين بالحقوق والواجبات بغض النظر عن اللغة والعرق والدين والانتماء القومي أو المذهبي أو الطائفي، كلنا سوريين لازم نعيش تحت سقف دولة المواطنة والقانون مثل ما هو حاصل في النمسا. يعني الحقيقة نحن تعلمنا في النمسا أنه بتشوف مئات الجنسيات تماماً متعايشين مع بعضهم. ليش؟ لأنه في بلد اسمه بلد القانون. بلد القانون هناك تماماً. في حقوق وواجبات، وهناك القانون المستقل الذي يحكم بين الجميع تماماً. نأمل أن نصل إلى هذه المرحلة في سوريا إن شاء الله. حلم إن شاء الله نوصل، إن شاء الله مو حلم، حقيقة رح يصبح بإذن الله. دكتور، طب برأيك بدخول الأتراك الآن إلى سوريا؟ التدخل التركي كما غيره من التدخلات، يعني أنا لا أريد لأي بلد غير عربي أو غير سوري ولا لأي قوة أيا كانت أن تكون موجودة على الأرض السورية. السؤال هو أنه الأتراك، في ناس بتقول أن الأتراك أحسن من غيرهم أو الأتراك أسوأ من غيرهم. لا، مو هيك. القضية لا تقاس بهذا الصريح. تماما. النظام استقوى بحزب الله والحرس الثوري الإيراني وروسيا على أبناء شعبه وارتكبت المجازر ودمرت المدن. والأكراد، مو الشعب الكردي وإنما بعض الأكراد وبعض الفصائل المسلحة، استقوت بالأمريكان وبالفرنسيين والبريطانيين على أبناء شعبها.
تماما. وانا سالتهم لكثير من الاخوه الاكراد اللي متنفذين في قيادات ما يسمى بسوريا الديمقراطيه وغيرها، اخي لماذا ذهبتم الى الرقه؟ يعني قوات حمايه الشعب الكردي كويس، حمايه الشعب الكردي في المناطق التي يوجد فيها شعب كردي، بس انت تروح على الدير وتروح على الرقب ليه؟ شو تعمل هنيك انت؟ بيقول لك نحن الامريكان بعثونا وما بيدفعوا لنا اذا ما رحنا هنيك. اذا انت تنفذ اجنده الامريكان. طيب تركوك الامريكان، لا اجنده مين بدك تنفذ؟ رجعوا لحضن النظام، لانه هؤلاء لا يمتلكون اجنده وطنيه، كانوا يمتلكون اجنده مرتبطه بالخارج. وعندما أدار لهم هذا الخارج ظهره عادوا إلى حضن النظام. طبعا هذا مو معناته أنه كل الأكراد هيك، لا، في أكراد وطنيين وفي أكراد أخوة إلنا ومعنا، تعاملنا مع لكن كتير. نحن نقول أخي نحن كلنا تحت سقف وقتا واحد، وبلتقي أنا وياك أنا بقلك أنا سوري، أنت بتقلي أنا كردي، لا أنت قلي أنا سوري، أنا قوميتي عربي وأنت قوميتك كردية تمام، لكن نحن أبناء وطن اسمه سوريا تمام، فنحن لازم نكون سوريين. حتى وقت كنا نروح مثلا في مظاهرات الثورة السورية يجوا بعض الأخوان يجيبين معهم العلم الكردي، يا أخي ليه؟ ارفع علم الثورة السورية. يقول لك لا نحن كراد. طيب مثل أولا يعني داعش رفعت علم أسود ليس علم الثورة السورية تمام، والنصرة رفعت علم ليس علم الثورة السورية، وهم رفعوا علم ليس هو علم الثورة السورية. فإذا الجميع متساوي في الاستقواء بالخارج والأجندات المغلوطة، أجندات لا وطنية مع الأسف. لو كانوا الأخوة الأكراد أو بالقيادات السياسية تبعتهم كلية، طبعا في جزء منهم مع الثورة السورية ولا يزالوا، لو كانوا كلية أجمعوا على البقاء ضمن بوتقة الثورة السورية طبعا كانوا نجحوا. يعني حتى الناس ما تفهم غلط، نحن مع إعطاء الكردي حقه تمام في التعلم باللغة الكردية تمام، وبقراءة الجريدة باللغة الكردية تمام، وبس تلفزيون باللغة الكردية، وإنه يساوي موسيقى باللغة الكردية، ونحن ما عندنا مشكلة معه تمام، والمناطق الإدارة تكون إدارة ذاتية وحتى حكم محلي ما في مشكلة. ولكن أن تقول أن هذه روجا أو كردستان الغربية ولا كردستان الشرقية، هذا الكلام غير مقبول يا أخي، هذا الكلام غير مقبول، هذا الكلام غير مقبول. أنت في سوريا وعليك أن تكون جزء من هذا الوطن أو لا تكون، هاي المشكلة. فإذا الجواب على الدخول التركي، أنا ضد الدخول التركي سواء كان للخير أو للشر، ضد دخول أي قوة أجنبية، وعلى جميع الغرباء أن يغادروا سوريا مسرعين إن شاء الله، لا نريد أحدا منهم إن شاء الله. طيب رح نأخذ فاصل ونرجع أصدقائي، فاصل ونواصل. وجعنا لكم أصدقائي مجديد، مرحب مرة ثالثة بالدكتور غزوان، أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا دكتور. شو رأيك بأنه تعطينا نصيحة للاجئين، وأنا طبعا منهم، نستفيد منها للمستقبل القريب والبعيد؟ أخي باختصار، السوريين هم من أخضر الناس على الاندماج في المجتمعات الغربية، في دراسات تثبت هذا الكلام، شهادة حلوة، من قبل ما يجوا اللاجئين. يعني عن ألوف الأطباء في ألمانيا وألوف الأطباء بفرنسا وآلاف المهندسين، وأكثر الناس اندماجا في هذه المجتمعات من السوريين، عندهم قدرة على تعلم اللغة والاندماج مع الآخرين الحمد لله. هلأ اللاجئين عندنا مشكلتين، المشكلة رقم واحد أنه أخي أنت كلاجئ أول خطوة عليك أن تتعلم اللغة في هذا البلد تماما، تتعلم هذه اللغة وتحترم هذا البلد، وتحترم هذا البلد اللي قدم لك المساعدة. لا يجوز للاجئ عم ياخذ مساعدة من هذا البلد ويبرق يسب النمسا والنمساويين، هذا كلام معيب تماما. نحن كمسلمين، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان تماما، ناس فتحت لك بلدها وأحسنت لك، لا يجوز من شكل من الأشكال أنك تسألهم ترد بأسوأ. نعم. اثنين، احترام الأنظمة والقوانين. عدم درايتك بالأنظمة والقوانين لا تعني إعفائك من احترامها، لا. نعم. أنت يجب أن تسعى لمعرفة الأنظمة والقوانين والالتزام بها تماما. هلأ بيبقى عنا النقطة الأخيرة، العمل. أغلب اللاجئين بيجوا عنا يا أخي ما بيعطونا عمل، ما بلقوا شغل. يا أخي العزيز، لن يعطيك أحدا شيئا، عليك أن تجد بنفسك هذا العمل. أنا بقول لكم في عنا محطات مضيئة بين اللاجئين السوريين، أنا على اطلاع عليها بالأسماء، بعرف الأشخاص من هنا. يعني مثلا عدا مريض كان عندي في العيادة اسمه أجوب، أرمني من حلب، وزنه 120 كيلو ما شاء الله، عمره فوق 50 سنة، إجا بإحدى المرات دكتور الله يخليك أنا مستعجل عندي شغل، خليني أروح ما تخليني أنتظر كتير.
قلت له اكو مش ورق انت لاجئ مش ورق وايش قدامك حتى مستعجل بروح بيجي دورك قال لي لا والله دكتور عم بشتغل انا شو بشتغل لكو يعني كان عندي حب اطلاع انه اعرف ايش بشتغل هذا برافو فقال لي والله انا رحت اشتريت موبد يعني موتور صغير قلنا له ايه قال درت على محلات البيتزا ليفرانت رحت على محلات البيتزا قلت لهم اذا لازمكم بيتزا ليفرانت يعني انا اوزع بيتزا او اوصل بيتزا برافو وعم شغلوني ولا بطلع لي 1000 يورو بالشهر وانا مبسوط قال لي انا احسن ابرك في البيت ممتاز هذا واحد احد الامثله عم بعطيكم واحد عمره فوق ال 50 وزنه فوق ال 120 صعب يوجد عمل لغه الالماني ضعيفه واشتغل اشتغل واحد ثاني كان عندي بال 2012 2013 دكتور الله يخليك شغلني ايش مكان اقص الحديقه اقص الشجر ايش بتريد اعمل المهم اشتغل قلت له انت ايش كنت تشتغل بسوريا قال كنت اشتغل بسوريا هل كويس روح على مكتب العمل قل لهم لمكتب العمل اخي انا وهذا كان ما موجود ب 2013 2014 لسه ما كان الموج لاجئين كبيره انه اخي انا جراتيس كرافت مونكا كرافت اربايت شو هي يعني قلت له يعني قل له انا بدي اشتغل ببلاش شغلوني وين بتريدوا ببلاش حلو فراح على مكتب العمل قال له للمسؤول عنه انه اخي انا بدي اشتغل ببلاش قال له وين بدك تشتغل ببلاش قال له عتال تشيل اشيل احط شغلوا لي بشبار بالبيلا بالميركور وين بتريدوا فبعتوه على احدى فيليالات الشبار لمده حلو. اسبوعين يشتغل ببلاش بلاش يعني بالنسبه للشبار لكن مكتب العمل عم يعطيه المساعده فاشتغل الزلمه بقلبه رب وكانه يعمل هناك ما شاء الله اخر يوم من البراكتيكوم اجى مدير الفلياله سواله عقد عمل وقال له اهلا وسهلا فيك وقلعوا اثنين من الفلياله ليش طلع مدير الفلياله الصبح بيشرب قهوه بيتفرج على مستودع الشبار شاف انه اللي وقت تجي السياره بتحمل وبتنزل بس هذا السوري اللي عم يشتغل وهذوليك بيركين عم طقوا حنك اوكي فقال لهم كويس هذا الزلمه بيشتغل بدل ثلاثه انتم ما منا ياكم وخلي الزلمه يشتغل والى الان يشتغل والى الان يعمل ما شاء الله وغيره 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 يعني اخي العمل لن ياتي اليك الى البيت لن ياتي اليك الى البيت تماما يجب ان تبحث عنه بس واحد. في كثير عم يشتغلوا اللغه يعني بالشغل في كثير عم يشتغلوا بيشتغلوا اللغه انت دور على المحل اللي ما بيشتغل اللغه واللغه بتتعلمها مع الوقت تقول لي شو بدك تتعلمها بتتعلمها لا لك جاره لا لك جاره مسنه عندك في الحاره ضيفه فنجان قهوه وقطعه حلو واحكي لها عن سوريا واصلا بس تدخل على الحديقه او تبرك تحكي معها لجارتك او تدخل لعندك ما بتخلص منها بتصير هي بتحكي معك 3 ساعات خلص تتعلم لغه هي قصه يعني في العمل هلا بيجوا ناس كثير بيقول لك دكتور انا بدي اسوي طب اسنان او بدي اسوي صيدله شو رايك لا ما شو رايي انت يجب ان تتعلم المهنه انسى مهنتك بسوريا انت محامي وما بتحسن تشتغل محامي تماما يجب ان تتعلم المهنه المطلوبه في النمسا بتدخل على جوجل بتكتب اهم 10 مهن مطلوبه في النمسا بيطلع لك جدول فيهم بالعربي اكتب ما تكتب بالالماني اذا بتعرف اكتب بالعربي راح يطلع لك مجموعه من المهن المطلوبه في النمسا روح اتعلم احداها وتدخل تشتغل فيها يعني ما تدور على المهنه اللي متخم فيها السوق تمام وتجي بدك تشتغل فيها لا بقول لك انا اتعلم على المهنه دراسه بالاخر ما عندك حل في هناك مهن مثلا المحامين يعني مثلا نحن عم نحكي لكم على المجموعات ما تطرقنا للمحامين المحامين طرحنا على الاجتماع تبعهم مع النقابه ومكتب العمل قالوا لنا اخي المحامي بده اول شيء ساينس وبده يعدل الشهاده عمليه التعديل بتطول 3 سنين لـ4 سنين بعد هيك ليسجلوه في النقابه لازم يكون معه الجنسيه النمساويه فاذا هو عم يحكي عن مرحله تمتد الى 6-7 سنوات لا يا اخي روح اشتغل غير شغله ودروس غير شغله وقت القصه يعني مو معنى طبعا في من المحامين من هناك مجد وشاب وكذا راحوا وعدلوا وعم يشتغلوا وعم يحاولوا ما شاء الله بس المجموعه الكبيره من المحامين اللي كان يشتغل 30 سنه والله انا كنت رئيس النيابه بدرعا طب ايش عملك انت كنت رئيس نيابه بدرعا شو بدك تعمل هون يعني مثلا فبدك تروح تلاقي شغله تتناسب مع عمرك تتناسب مع امكانياتك الثقافيه العلميه وتشتغل اما البركه في البيت والله انا ما عندي شغل بعيش على السوسيال هذا مو حل تماما هذا مو حل تماما مو حل العمل قيمه كونك موجود في العمل حتى وان كنت تتقاضى راتب مماثل للسوسيال او اقل او اقل الافضل ان تعمل يعني في عندنا خياط رجاني شاب من حلب خياط قال دكتور انا بفصل بتواب كذا الى اخره كنت اشتغل قلت له اخي ما لك حل غير تروح على كل الخياطين دورهم واحد واحد توقف على بابهم ليشغلوك وفعلا ضل شهرين يروح ويعطيهم البيرب والليبنسلاف وكذا بالاخير لا عمل لا عمل وهلا عم بيكسب مصاري كثير ومرتاح يعني احد الخياطين
راح لعنده مره ومرتين قال له ثالث مره لا واقف الصبح بده يفتح المحل لا واقف على المحل قال له اخي انت ممكن عندي قال له خيي الله يخليك اعطيني بس شانس قام قال ادخل دخله هي ادخل خلوا ثلاث سنين عم يشتغل يعني ما شاء الله فاذا يعني الموضوع انه اخي النمسا بلد صغيره واجت عليها كميات كبيره من الناس كمان عندك دكتور في العياده كمان الاطباء اللي بيجوا طبعا عندك. طبعا طبعا في عندك عندك يعني انت بلد صغيره وكميات كبيره اجت من الناس ما في محل لكل الناس شغل بس في محل يعني مثلا احنا اطباء الاسنان اللي بيتخرجوا عنا ما بيلاقوا محلات بفيينا صعب بس عم بيطلعوا خارج فيينا عم بيلاقوا يعني انا عندي مثلا من العياده عندي من الشباب اللي تدربوا عندي في العياده في ثلاثه اربعه بيشتغلوا هلا بنفس المكان بلينز ما شاء الله واحد عم يشتغل بيلز واحد عم يشتغل يعني بيروحوا بيلاقوا وحتى الاطباء العامين اللي عدلوا في غالبيتهم عم بيطلعوا برات البلد بيلاقوا محلات بيلاقوا محلات عمل بس القصه انه بدها اجتهاد بدها عمل وبدها مثابره وما تقول انه الشغل بده يجي لعند البيت ما عم يعطونا شغل بنروح على مكتب ما عم يعطونا شغل شو ما عم يعطونا شغل انا جاني واحد من الشباب عمره 19 20 سنه قال انا بدي اروح اسوي تقنيه اسنان قلت له اخي ليش بدك تسوي تقنيه اسنان قال بركي بشتغل بالايمنت التقنيين الاسنان اللي اجوا من سوريا 30 40 50 واحد ما عندهم شغل شو بدك تسوي تقنيه اسنان انت وكل واحد منهم عنده تجربه 10 و15 سنه ما شاء الله روح لاقي شغله يا اخي تعلمها تفيدك انت باول طريقه قال مثل ايش قلت له في شاب مهندس سوري تمام عم بيساوي دورات على الرافعه الشوكيه باسبوع 10 ايام بتاخذ شهاده بهي الرافعه الشوكيه ممكن تشتغل مثلا باي مستودع اغذيه بالميركور بشبار باي معمل بلوتس براينا باي محل باي محل ممكن تشتغل رافعه شوكيه شغله بسيطه باي مستودع تمام راح الزلمه وعمل مثل ما قلت له يعني ما بدها القصه الواحد يدور على المسالك الصعبه تماما دور على المسالك السهله ولكن دور بشكل منتظم اخي شو المهنه المطلوبه اللي ممكن واحد يشتغلها بعد ما بتلاقي المهنه المطلوبه بتلاقي اللي يناسبك انت من هذه المهن وبتروح بتشتغل فيها نفسها. وكله هو السعي والباقي على رب العالمين تمام احنا علينا السعي والباقي على رب العالمين كله اسم تماما العمر محتوم والرزق مقسوم الله المستعان الله المستعان بشكرك دكتور كثير على هاللقاء الجميل انا مسرور جدا لكن وقت حلقتنا خلص ان شاء الله بنشوفك ب ان شاء الله على المناصب على المراتب كل السوريين اللي اجوا باحسن الاماكن وكل يندمجوا ويرفعوا راس البلد والسوريين يحبوا بعضهم والعرب يحبوا بعضهم ومالنا غير بعض وان شاء الله تعالى يكون المستقبل افضل لنا ولبلدنا والله يزيل هالغمه عن بلادنا امين امين يا رب شكرا دكتور مرة تانية شكرا أصدقائي لهالمتابعة إن شاء الله تكونوا استفدتوا منا نشوفكم في حلقات قادمة وأنا مني السلام عليكم